ومن الأسباب التي تعين على رقة القلب وإنابته إلى الله تبارك وتعالى تذكر الآخرة، أن يتذكر العبد أنه إلى الله صائر، أن يتذكر أن لكل بداية نهاية، وأنه ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فإذا تذكر الإنسان أن الحياة دائمة، وأن المتاع فان، وأنها غرور حائل، دعاه والله ذلك إلى أن يحتقر الدنيا ويقبل على ربها إقبال المنيب الصادق، وعندها يرق قلبه. ومن نظر إلى القبور ونظر إلى أحوال أهلها انكسر قلبه، وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومن الغرور والعياذ بالله. ولذلك لن تجد إنسانا يحافظ على زيارة القبور مع التفكر والتأمل والتدبر، إذ يرى فيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب والإخوان والخلان، يرى منازلهم ويتذكر أنه قريبا سيكون جيران بعضهم لبعض، قد انقطع التجاور بينهم مع الجيرة، وأنه قد يتدانى القبران وبينهما كما بين السماء والأرض نعيما وجحيما. ما تذكر عبد هذه المنازل التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكرها إلا رق قلبه من خشية الله تبارك وتعالى، ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه أن لو كان صاحب ذلك القبر، ولا وقف على شفير قبر فرأى صاحبه يبلى فيه فسأل نفسه على ماذا يغلق، على ماذا يغلق، وعلى من يغلق، وعلى أي شيء يغلق، أيغلق على مطيع أم على عاصي، أيغلق على جحيم أم على نعيم. فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم، وهو الحكم العدل الذي يفصل بينهم. ما نظر عبد هذه النظرات واستجاشت في نفسه هذه التأملات إلا اهتز القلب من خشية الله، وانفطر هيبة لله تبارك وتعالى، وأقبل على الله إلى الله تبارك وتعالى إقبال صدق وإنابة وإخبار. أحبتي في الله، أعظم داء يصيب القلب داء القسوة والعياذ بالله، ومن أعظم أسباب القسوة بعد الجهل بالله تبارك وتعالى الركون إلى الدنيا والغرور بأهلها وكثرة الاشتغال بفضول أحاديثها. فإن هذا من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا اشتغل العبد بالأخذ والبيع، واشتغل أيضا بهذه الفتن الزائلة والمحن الحائلة، سرعان ما يقسو قلبه، لأنه بعيد عمن يذكره بالله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوغل في هذه الدنيا أن يوغل برفق. فديننا ليس دين رهبانية، ولا يحرم الحلال سبحانه وتعالى، ولم يحل بيننا وبين الطيبات، ولكن رويدا رويدا، فأقسى أقدار قد سبق بها القلم، وأرزاق قد قضيت يأخذ الإنسان بأسبابها دون أن يغالب القضاء والقدر، يأخذها برفق ورضا عن الله تبارك وتعالى في يسير يأتيه، وحمد وشكر لباريه، سرعان ما توضع له البركة ويخفى فتنة القسوة، نسأل الله العافية منها. فلذلك من أعظم الأسباب التي تستوجب قسوة القلب الركون إلى الدنيا، وتجد أهل القسوة غالبا عندهم عناية بالدنيا، يضحون بكل شيء، يضحون بأوقات الصلوات،
ويضحون بارتكاب الفواحش والموبقات، ولكن لا تؤخذ هذه الدنيا عليهم. لا يمكن أن يضحي الواحد منهم بدينار أو درهم منها، فلذلك دخلت هذه الدنيا إلى القلب. والدنيا شعر، الدنيا شعر، ولو عرف العبد حقيقة هذه الشعر لأصبح وأمسى ولسانه ينحت إلى ربه: رب نجني من فتنة هذه الدنيا. فإن في الدنيا شعبا ما مال القلب إلى واحد منها إلا استهواه لما بعده، ثم إلى ما بعده، حتى يبعد عن الله عز وجل، وعندها تسقط مكانته عند الله، ولا يبال الله به في أي واد من أودية الدنيا هلك والعياذ. هذا العبد الذي نسي ربه وأقبل على هذه الدنيا مجلا لها مكرما، فعظم ما لا يستحق التعظيم، واستهان بمن يستحق الإدلال والتعظيم والتكريم سبحانه وتعالى. فلذلك كانت عاقبته والعياذ بالله من أسوأ العواقب، ومن أسباب قسوة القلوب، بل ومن أعظم أسباب قسوة القلوب الجلوس مع الفساق ومعاشرة من لا خير في معاشرته. ولذلك ما ألف الإنسان صحبة لا خير في صحبتها إلا قسى قلبه من ذكر الله تبارك وتعالى، ولا طلب الأخيار إلا رققوا قلبه لله الواحد القهار، ولا حرص على مجالسهم إلا جاءته الرقة، شاء أم أبى، جاءت لكي تسكن سويداء قلبه فتخرجه عبدا صالحا مصلحا قد جعل الآخرة نصب عينيه. لذلك ينبغي للإنسان إذا عاشر الأشرار أن يعاشرهم بحذر، وأن يكون ذلك على قدر الحاجة حتى يسلم له دينه. فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهب لنا قلوبا لينة تخشع لذكرك وشكرك. اللهم إنا نسألك قلوبا لينة تخشع لذكرك وشكرك. اللهم إنا نسألك قلوبا تطمئن لذكرك. اللهم إنا نسألك ألسنة تلهج بشكرك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا عندك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.